إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها الكرام، فإن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته تلم شعث القلب وتفتح للعبد آفاقًا للتلذذ بالطاعة والعبادة، وترفع حجب الغفلة والشك والإعراض. وكما قيل: فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، وبحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. أيها الكرام، ألقي الضوء الليلة بعون الله وتوفيقه وتسديده على اسم من أسماء الله الحسنى، ألا وهو اسم الله الستير أو الستير بالتخفيف. أسماء الله تعالى ما زالت تفيض علينا بمعاني الإيمان، بمعاني الإيمان العظيم والإجلال الكبير، التعظيم والتوقير لربنا الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله الحسنى التي تفيض علينا أنساً وستراً وعفواً ولطفاً وكرماً ورحمةً، اسم الله الستير أو الستير. اختلف العلماء في هذا الاسم ابتداءً، اسم الله الستير أو الستير هل هو اسم من أسماء الله الحسنى أم صفة من صفات الله العليا؟ معلوم أيها الكرام أن الأسماء والصفات أو ما يتعلق بتعريف ربنا جل وعلا هو على أربعة مراتب. هناك أسماء صريحة لله تبارك وتعالى، وهناك صفات لله جل وعلا، وهناك أفعال لله تبارك وتعالى، وهناك أخبار عن الله جل وعلا. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى يمكن أن نشتق منه صفة، ولكن لا نستطيع أن نجعل كل صفة من صفات الله اسما من أسماء الله الحسنى. الأسماء الحسنى يؤخذ منها الصفات، اسم الله مثلا الرحمن، يؤخذ منه اسم الرحمن، نقول عبد الرحمن لأنه صفة واسم لله تبارك وتعالى. وأما الصفات، هناك صفات لله جل وعلا يوصف ربنا تبارك وتعالى بصفات، مثل المحسن، وكذلك قال بعض العلماء الستير أو الستير، قالوا بأنه صفة، وقال بعض أهل العلم بأنه اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. هذا الاسم لم يرد في كتاب الله جل وعلا، اسم الله الستير أو الستير ليس له ورود في القرآن إطلاقا، وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود في سننه، والحديث يصححه محدث العصر الشيخ العلامة محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين. هذا الحديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل قال، يعني حديث قدسي،
إن الله عز وجل قال: إن الله حليم حيي ستير أو ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لماذا اختلف العلماء في ضبط هذا الاسم؟ الآن الاسم الدارج الآن على ألسنة الناس يقولون يا ساتر، صح ولا لا؟ بعضهم يقول يا ستار، يا ستار ويا ساتر، لكن يمكن يستغرب بعض الناس لما تقول يا ستير، يستغربون هذا المعنى. وفي الحقيقة أن لفظة الستير أو اسم الله الستير هو الذي ورد، الذي ورد في الحديث، لم يرد ساتر ولا ستار، وإنما ورد ستير أو ستير. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في الضبط، كيف تضبط؟ هل هي الستير بتشديد التاء، أم أنها الستير بتخفيف التاء؟ أيضا هذه من الأشياء التي أشكلت يعني على كثير من العلماء، ولذلك تسمعون الآن ربما على ألسنة كثير من أهل العلم والدعوة والخطابة، تسمعون يقولون الستير بالتشديد. وعند التحقيق نجد أن من العلماء المعاصرين ممن حقق يعني هذا الضبط الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. الشيخ بن عثيمين يقول أن الصواب التخفيف، أن اسم الله هو الستير وليس الستير. وعلل ذلك أيضا من العلماء المعاصرين عالم جليل توفي قبل أشهر قليلة، وهو الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي رحمه الله، يقول بأن هذا الاسم يضبط الستير بالتخفيف. لماذا؟ قال: لأن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى كلها على زينة واحدة وعلى وزن واحد. وشلون؟ يعني عندنا الآن من أسماء الله الحسنى العليم، صح؟ والخبير والسميع والبصير، صح؟ فالشيخ يقول بأن الستير على نفس الوزن، عليم ستير، لاحظتم؟ عليم ستير خبير على وزن فعيل وليس بالتشديد. هكذا علل الشيخ رحمه الله، يقول بأن أسماء الله الحسنى كلها على زينة واحدة على وزن واحد، تقول العليم الخبير الستير السميع البصير. طيب، فإذن القول الراجح والأقرب بإذن الله إلى الصواب أن ضبط الاسم هو بالتخفيف الستير. طيب، الستير على وزن فعيل، وزنة فعيل يؤخذ منها وزن فاعل، يعني الستير بمعنى الساتر، الله الستير، فإذن هو الساتر سبحانه وتعالى. والستير يقال ستر الشيء إذا أخفاه، ومنه سميت الستارة. لماذا تسمى الستارة ستارة؟ لأن الستارة تخفي ما وراءها من نافذة وجدار ونحوه، الستارة تخفي ذلك، ولذلك سميت ستارة. وستر كل شيء غطاؤه وما يخبئ وراءه. ومنه قول الناس الدارج على ألسنة الناس، يقولون فلان مستور أو رجل مستور، تسمعون هذا ولا لا؟ فلان مستور. حتى المحدثون في السابق إذا يعني أرادوا أن يعني يعيبوا أحدا من الرواة قالوا هذا مستور الحال أو نحو من هذه العبارة، يقال فلان مستور الحال، يقصدون بأنه مستور الحال في يعني عرف الناس الآن بأنه عفيف، إنسان عفيف يخفي حاجته
وفقره، ولا يكشف للناس حاجته، ولا يمد يده ليسأل الناس. ربنا جل وعلا ستير يأمر بالستر وينهى عن الفضائح، يحب سبحانه الستر ويبغض القبائح، ولهذا جاء الأمر بستر العورات في ديننا العظيم. والله جل وعلا يستر ذنوب ومعاصي العباد ولو جاهروا بها، فالله جل وعلا ستير. ما أحلم الله وما ألطفه وما أعظم ستره سبحانه على عباده. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث عظيم يوجب لنا الحيطة والحذر، يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. أولئك الذين يجاهرون بالذنوب والمعاصي ولا يستحيون من الخلق ولا يستحيون من عباد الله عياذا بالله، فإنه عليه الصلاة والسلام قد بين المجاهرة التي صاحبها خرج من عافية الله وستره. ما هي المجاهرة؟ قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة، وأرعوا سمعكم لهذا الحديث من نبيكم صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل عملا بالليل. إنسان غلبته نفسه وأغواه شيطانه وزلت قدمه، الله سترك، زلت بك القدم وقد سترك الله، فيصبح وقد ستره ربه، ثم يصبح ويقول للناس: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، يمسي وقد ستره ربه، ويصبح فيكشف ستر الله عليه. الله عز وجل ستر عليك وستر عليك هذا الذنب، فلا تكشف ستر الله عليك ولا تهتك ستر الله عليك، ولا تتمدح وتفتخر بمعصية الله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا اللون من ألوان المعاصي والمجاهرة بات شائعا وذائعا ومنتشرا في زماننا هذا. لماذا؟ مع وجود وسائل التواصل، ولا لا؟ الآن مع وجود وسائل التواصل، الآن عدد من الآن المشاهير الآن في وسائل التواصل، الله يهديهم ويصلحنا وإياهم من هؤلاء ما يسمون بالسنابيين وغيرهم. كثير من السنابات التي تنشر الآن يعني تحتوي على جملة كبيرة من المعاصي والذنوب، يجاهر بمعاصي، يصور نساء متبرجات، يصور معازف وأغاني. أليس هذا من كشف الستر؟ أليس هذا من كشف الستر وقد سترك الله؟ والآن يعني في السابق كان الرجل يتحدث إلى جليسه، يعني يهتك ستر الله، يسمعه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، لكن الآن هذا يهتك ستر الله يسمعه الملايين، ملايين، يعني تذهب هذه الفضائح تطير في الآفاق وتسير بها الركبان، تحدث الناس عنك في المشرق والمغرب، فلان في بلاد الحرمين، فلان في مكة في المدينة، فلان في بلاد التوحيد يفعل كذا ويفعل كذا، بسبب هذه يعني التي تبث وتنشر المعاصي. فليحذر كل واحد منا أن يصدق عليه هذا الحديث، أن يبيت وقد ستره الله، ويصبح وقد كشف ستر الله عنه. يكشف ستر الله استخفافا وتهاونا وجريا على عادة الناس، نسأل الله السلامة والعافية. الله جل وعلا يحب ستر العورات الحسية والمعنوية. العورات نوعان: عورات حسية وعورات معنوية.
العورات الحسية إيش؟ عورات الحسية مثل الذي يعني الرجل الذي يكشف فخذه، أو المرأة التي تكشف عن محاسنها وتظهر وجهها وصدرها وشعرها ونحرها، هذه عورات، هذه عورات حسية. وهناك عورات معنوية، عورات معنوية تتعلق ب يعني العفة والخلق والكرم وما إلى ذلك، هذه أشياء معنوية، ولكن هناك أشياء حسية. الله جل وعلا لا يحب كشف الستر والعورات الحسية والمعنوية. قال الله جل وعلا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال العلماء تعليقا على هذه الآية، آية سورة الأعراف: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. نزع اللباس والتعري حرام في الدنيا والآخرة. هناك أشياء حرمها الله في الدنيا وأباحها في الآخرة، مثل إيش؟ الخمر، وش بعد؟ الحرير والذهب للرجال، صح ولا لا؟ هذه أشياء حرمها الله في الدنيا وأباحها لنا في الآخرة. أباح الله لنا خمر الجنة وحرير الجنة وأساور الجنة، نسأل الله عز وجل أن يلبسنا وإياكم إياها. ولكن التعري والتكشف حرام في الدنيا والآخرة، حتى في الجنة حرام التعري. ولذلك أبونا آدم عليه السلام حينما أكل من الشجرة انكشفت سوءته، ظهرت عورته، وأخذ يعني يلصق أوراق الجنة ليستر عورته الحسية. فهذا حرام، كشف العورات الحسية والمعنوية. وللأسف الآن يعني عند شريحة من أبناء المسلمين وفتيات المسلمين ممن تلوثت أفكارهم وانتكست فطرهم، أصبحوا يرون العري رقي وتقدم، ولا سيما الآن كما يعني تسمعون وكما تلحظون الآن في المناسبات النسائية، يعني واقع مجري محزن. أصبحت المرأة المسلمة الآن تحضر المناسبات يعني لا تكاد تصدق أن هذه مرأة مسلمة، لولا أنك تعرف أنها فلانة بنت فلان وأنها تحمل اسم إسلامي. مرأة متعرية متكشفة كأنها يعني من الأوروبيات أو الكافرات. ما الفرق بين المسلمة يعني وغير المؤمنة وغير المسلمة؟ أيضا هذا يعني التعري أصبح الآن حتى في عرف غير المسلمين ممقوت ومذموم. اللباس المحتشم هو لباس الأميرات والوجيهات وذوات يعني المكانة السامقة العالية، وإنما اللبس المتعري هذا يعني عادة يكون للفتيات المبتذلات الممتهنات التي يعني للهو والعبث. وأما المرأة الكريمة الصينة العفيفة الحرة حتى لو كانت غير مسلمة ترونها ترتدي اللباس الفاخر المحتشم، وهذا يعني موجود حتى في 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 بلاد غير المسلمين. لو تشاهدون بعض الصور وبعض المقاطع التي جاءت من يعني بلاد أوروبا وبعض العواصم الأوروبية، صور للنساء في غاية الاحتشام قبل تقريبا يعني 100 سنة وثمانين سنة، ولكن دخل العري عليهم، والآن للأسف العري ينتقل إلى فتيات المسلمين، حتى يعني أصبح الإنسان والله يا إخوان أحيانا يخجل ويستحي أن يسلم على بعض محارمه. تأتي الفتاة من محارمك يعني بنت أخيك أو بنت أختك أو يعني أو قريبتك أنت محرم لها، تستحي تسلم عليها بسبب لباسها، لباس متهتك متبذل. أيها الكرام، جاء الوعيد في من تتبع عورات المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم: ومن تتبع عوراتهم، يعني تتبع عورات المسلمين المعنوية، إنسان يتصيد في المسلمين
هذا في كذا وهذا في كذا وهذا عنده كذا وهذا في كذا. من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته أوشك أن يفضحه في جوف بيته، أوشك أن يفضحه في جوف بيته. احذر أن تتبع عورات المسلمين. قضية الستر التي نستوحيها من اسم الله الستير تستوجب علينا أن نعيش حالة من العفة والكرامة والصون والحشمة في نفوسنا وعند أهل بيتنا وجيراننا. كذلك أيها الكرام، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم يحب الستر ولا يفرح بفضح الناس ولا يتسلط على نواياهم وعقائدهم وأخلاقهم ويمتحن الناس في أمورهم، أنت قصدك كذا وأنت تقصد كذا وأنت تريد كذا. يا أخي، يعني إنما الأعمال بالنيات، أشققت عن قلبه؟ يعني حينما قتل أسامة بن زيد الرجل الكافر وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، قال له يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا من السيف، يعني هو يعني ما قالها صادقا. فقال له يا أسامة أشققت عن قلبه؟ أشققت عن قلبه؟ اتركوا النوايا والقلوب إلى الله جل وعلا، لا تدخل في نوايا الناس وعقائد الناس، هذا قصد كذا وهذا يريد كذا وهذا يهدف إلى كذا، هذا خلاف يعني مراد ومقصد الشريعة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذه هي أخلاق الكبار، أهل الإيمان، أهل المراءة، أهل الاستقامة. المؤمن كما جاء في الحديث وفي الأثر، المؤمن ينصح ويستر، المؤمن ينصح ويستر، والمنافق يعير ويفضح، المنافق يعير ويفضح. وانظروا يرعاكم الله إلى أخلاق كبار علمائنا. الآن لما تسمعون لكبار العلماء أمثال الشيخ مفتي الديار الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أو تسمعون الصوتيات للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، سجل للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أكثر من 5000 ساعة صوتية، أكثر من 5000 ساعة صوتية مسجلة للعلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، تجدونها في الموقع، ادخل في محرك البحث وقل الموقع الرسمي للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، يطلع لك الموقع، تلقى كل الصوتيات للشيخ بن عثيمين، اسمعها من أولها إلى آخرها. هل سمعتم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال فلان كذا ولا فلان كذا ولا سب أحدا أو نال من أحد؟ إنسان عالم عفيف يعلم يعني الحلال والحرام، إنسان يبين الخطأ، يركز على الأخطاء وعلى المقالات، ولكنه لا يتعرض للأشخاص، ما يقول فلان كذا وفلان قصد كذا وفلان نية كذا وفلان. هذا لا يوجد عند كبار علمائنا، حفظ الله الأحياء منهم ورحم الله الأموات منهم. من اسم الله الستير نستوحي كذلك بأن العصمة ليست لأحد، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أيها الكرام، كذلك نستوحي من اسم الله الستير إحسان الظن بالله جل وعلا. فالله تبارك وتعالى الذي ستر الذنوب والمعاصي في الدنيا سوف يسترها على المسلم في الآخرة. واسمعوا إلى هذا الحديث العظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي أختم بهذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني عبده المؤمن يوم القيامة ثم يضع عليه كنفه وستره فيسأله ويقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيعدد عليه الذنوب، فيقول العبد: أي ربي نعم، أذكر ذنب كذا وكذا. فيقول: حتى إذا قرره عليها، أقر بها، لا مجال للإنكار ولا
مساحة للهروب، لا مجال للإنكار. هذا الإنكار يكون في الدنيا، وأما في الآخرة ما في مجال. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذه الجوارح تشهد عليك، ما فيه شهداء زور ولا أحد يعني يزور أو يعبث. فإذا أقر بها حتى إذا قرره عليها أيقن العبد من نفسه أنه هلك. قال الله عز وجل، واسمعوا إلى وانظروا إلى كرم الله تبارك وتعالى: أنا سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه كتاب حسناته. فما أكرم الله جل وعلا، وهو الذي قال عن نفسه، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الموضوع في الحقيقة لم يكتمل بعد، يعني الموضوع طويل، ولكنني أطلت هذه الليلة. فنسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بستره ولطفه وعفوه وكرمه، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا جميعا حياة طيبة، وأن يبعثنا على أحسن حال وفي أكرم مآل. اللهم احفظ علينا إيماننا وأمننا ورخاءنا واستقرارنا ووحدتنا واجتماعنا، ووفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وارزقنا برهم أحياء وأمواتا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ادفع عن أمة محمد الوباء، وارفع عنهم الداء، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك يا أرحم الراحمين.